عليكم. اليوم نروح الولاية بسيلة لنعرفكم عن هذا المصنع الكبير والضخم الذي تم إنشاؤه بموجب شراكة جزائرية تركية لمدة عامين، كان معطل ثم تم رفع العراقيل، والآن هذا المصنع ينتج قاطرات وذات حمولات ضخمة وكذلك حاويات اللي ممكن أن تتطور الصناعة هذه إلى إنتاج الكونتينر الحاويات البحرية حسب المخطط نتاع المصنع هذا. إذا بدون إطالة خلكم تتابعوا كل تفاصيل هذا المصنع الهام والكبير جدا في ولاية مسيلة، والسلام عليكم. هذه الأنواع من المقطورات والهياكل الميكانيكية أصبحت اليوم تصنع محليا بجودة عالية وبأحدث التقنيات المبتكرة. الثقة الصناعية ببلدية مسيلة عاد النشاط لهذا المصنع المختص في مجال الصناعات الميكانيكية بعدما وجد أصحابه كل تدابير المساعدة والدعم لترقية إنتاجهم. المنتج تاعنا كرياسيون 100%، يعني منتج محلي 100%، يعني كامل ديزاين وكامل منتوج محلي 100%. لقينا صعوبات في الاول ما بدايه كورونا، بدايه كوفيد، وصرا لنا مشاكل كبار حتى وقفنا العمل، يعني وصلح العمال من فيتنام. يصنع هذا المعمل ازيد من 1200 مقطوره سنويا من مختلف الانواع بتصاميم عصريه تلبي متطلبات الناقلين، كما يوفر 30 منتجا معتمدا من طرف وزارة الصناعة أغلبهم مهندسون من خريجي الجامعة الجزائرية. الجزائر الجديدة، خريجي الجامعة الوطنية والجامعة الجزائرية، قدمت لنا فرصتنا كاملة غير منقوصة من طرف المصنع. مهمتنا هي التنسيق بين ورشات المصنع والربط بين مكتب الدراسات والورشة. المصنع يضمن لنا تكوينات ويقدم لنا دي فورماسيون مع الوقت أشاك فوا على حسب الطلب، على حسب من مهمتنا هي تطوير منتجات الشركة وتطوير قدراتنا العلمية والعملية. أنا كمهندس صناعة ميكانيكية وتقنيات الإنتاج وخريج جامعة الجزائرية متحصل على كفاءة باش نوظفها في إنتاج منتوجات تساعد الاقتصاد الوطني تاعنا. نقوم بصناعة تصميم المنتج من جميع قطعه من البداية إلى النهاية، ثم نستخرج مخططات نرسلها إلى ورشات التقطيع ليتم تقطيع القطعة المعينة والمراد تجميعها على خط خطوط التصنيع التي لدينا التي تضم لحامين محترفين ذوي خبرة. نحن أبناء الجامعة الجزائرية، الشيء اللي تعلمناه في الجامعة الجزائرية رانا نطبقه فيه في شركة وطنية، هذا الشيء يشعرنا بالفخر. لخدمة الاقتصاد الوطني والولوج إلى برامج التنمية الاقتصادية أهداف تسعى لتحقيقها هذه الشركة في ظل الظروف الحالية المشجعة على انطلاقة فعلية للصناعة المحلية. معرض السنغال، موريتانيا، واشط، ليبيا، في مصراتة شاركنا، والحمد لله كان عندنا منتج رائع جدا ونقول نفسه به. عندنا برنامج باش نصنعوا الحاويات البحرية والحاويات النقل البري. مؤسسة تصنيع المقطورات ومعدات الشاحنات بولاية المسيلة نموذج ناجح لمستثمر رفع التحدي بعدما وجد بيئة مناسبة محفزة على الإنتاج ليساهم اليوم في ترقية الإنتاج الوطني.